خمس دقايق ولازم نبعت الرسالة الجديدة. اسمع شو بدي اقول لك، انا رح اطلع فيها. ما بيصير ايه؟ ما بيصير هي صوت وصورة؟ بعرف انا صوت وصورة، مشان هيك بدي انا بدي اطلع فيها. جابر انتهت اللعبة خلاص، لازم كل الناس تعرف انه جابر لساته عايش، لازم يعرفوا شو عملت وشو سويت. خلاص مليت، ما عاد بدي، بدي مرتي وبنتي واختي يجوا يعيشوا عندي هون. بس يا جابر هيك ما بيصير. استاذ غياث الله يخليك، انا اخذت قراري، انا رح اطلع بالرسالة وخلاص. يعني انت فكرت منيح؟ فكرت منيح واخذت قراري. طيب اتكل على الله ووضب حالك، شوف شو بدك تقول. شرف ماشي.